السلام عليكم مجددا عدن في واجهة الأحداث فبعد اقتتال يوم أمس بين قوات الحراسة الرئاسية والحزام الأمني الذي راح ضحيته بحسب الجهات الرسمية بلغ ثمانية عشر قتيلا وأكثر من مئة وأربعين جريحا مضى اليوم الثاني في عدن مشبوبا بالبارود والتوجس على مستوى هرم الدولة تحدث الرئيس هادي أمام مستشاريه بخطاب بدا قويا وتحدث بلغة واضحة مؤكدا ان ما يجري في عدن هو عمل انقلابي مرفوض. هادي اشار الى ان تلك الاعمال ليست عفوية وتضع اكثر من علامة استفهام حول الجهة المستفيدة منها، خاصة مع تصعيد العمليات العسكرية والانتصارات المحققة ضد ايران ووكلاء مشروعها في اليمن من ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، وفي المقدمة تعز التي تتهيأ للانتصار. تظل المخاوف كبيرة حول عدن التي لم تتعافى بعد من الدمار الذي خلفه الانقلاب الحوثي مغبة أن تجر مرة أخرى إلى حرب ظالمة تأتي على ما تبقى منها الثقل الأكبر الآن يقع على عاتق الحكومة وما ستتخذه من خطوات قادمة يليها التحالف والمجتمع الدولي خصوصا إذا جرى الحزام الأمني ومن يدعمه إلى ارتكاب ما هو أسوأ مما سبق فماذا بعد السيطره العسكريه في حال استقر الوضع عسكريا وما هي الخطوه الامنيه والسياسيه الواجب اتخاذها في هذه اللحظه الحرجه وهل بوسع المجلس الانتقالي مراجعه حساباته خصوصا انه بات موضع عتب, عتب كثير من مناصريه وكيف يمكن معالجه الاحداث وما يترتب عليها من تطورات سلبيه كل ذلك مشاهدينا الكرام سنناقشه اليوم في حلقه المساء اليمني مع ضيفي هنا في الاستوديو الاستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب وسينضم معه اخرون ايضا مساء الخير استاذ شوقي. مساء الفل. اهلا بك استاذ شوقي ونحن نحاول ان نجيب على سؤال هل تتجاوز عدن مربع الفوضى؟ دعنا بدايه نذهب لمشاهده هذا التقرير. على حذر تصحو هذه المدينه وعلى حذر تغفو. بعد يوم دام شهدته مدينه عدن واحياؤها عقب اندلاع اشتباكات بين قوات الحمايه الرئاسيه وميليشيات الحزام الامني راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح. باستثناء الاشتباكات في بعض الاحياء يعود الهدوء الحذر والنسبي لمعظم مديريات عدن. ظهر خطاب الرئيس هادي قويا ومشددا على ان اي حرف لمسار معركه استعاده الدوله سيواجه بحزم وقوه ولن يتم التهاون مع اي محاولات وتحت اي غطاء حتى تحرير كل شبر في الوطن من سيطره الميليشيا. هادي اكد في كلمته امام مستشاريه ان ما يجري في عدن عمل انقلابي مرفوض ولا يمكن القبول باي احتكام للسلاح. لتنفيذ مشاريع سياسيه وان اي تعد على الشرعيه او مؤسساتها هو انقلاب حقيقي سيقاومه الشعب اليمني في كل مكان. فيما بدا رئيس الوزراء صباح اليوم متفقدا مبنى الامانه العامه لمجلس الوزراء والقضاء الاعلى بعد السيطره عليه لتاكيد حضور الدوله وسيطرتها على مرافقها السياديه. تساؤلات حول إمكانية معالجة حكومة بندغر وهادي للأحداث وما يترتب عليها من تطورات سلبية تسببت بانقسام أمني وعسكري في عاصمة اليمنيين المؤقتة والذي يلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل الدولة بشكل كامل. القوى السياسية أعلنت رفضها لتصعيد ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ضد الحكومة الشرعية. وعبرت في بيان لها عن اسفها جراء الاحداث التي شهدتها العاصمه المؤقته عدن والتي لا تخدم سوى القوى الانقلابيه في صنعاء وتؤدي الى افشال جهود تحالف دعم الشرعيه وتخدم المشروع الايراني في المنطقه. شوارع المدينه المنقسمه بين قوات الحمايه الرئاسيه وقوات الحزام الامني المواليه للامارات تعطي صوره مكثفه لما تشهده المدينه من احداث تضاعف من تعقيدات المرحلة والتحديات التي تواجهها الشرعية ورغم ارتفاع وتيرة الاحتجاج حول الموقف الإماراتي الذي عمل على إذكاء الصراع في المنطقة لا يزال موقف التحالف غير جاد بإنهاء العنف الدائر في قلعة الشرعية يبدو الوضع الإنساني هو الأكثر سوءا في مديريات عدن جراء الاشتباكات وحالة التوتر الأمني التي تخيم على أحياء المدينة وسط اغلاق للطرق والمحال التجاريه حيث دعت منظمه اوكسفام الدوليه لوقت فوري لاطلاق النار تتارجح امال اليمنيين ومخاوفهم من انفراط عقد شرعيتهم وفقدان دولتهم في ايادي الميليشيات التي باتت تتنازعها في كل الجبهات إذا مشاهدينا الكرام وينضم معنا أيضا في هذه الحلقة عبر الأقمار الاصطناعية من عدن الناشط السياسي فهمي الثقاف، مساء الخير أستاذ فهمي. أهلا أستاذ نور. أهلا بك معنا وبكما ضيفي العزيزين، دعنا نبدأ حوارنا مع الأستاذ شوقي، الأستاذ شوقي بداية كيف تابعت ما حصل ويحصل في عدن منذ البارحة وحتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية أختي آسيا لابد من التأكيد على نقطتين اثنتين لا. النقطة الأولى حتى نؤسس حديثنا بناء عليها أو عليهما النقطة الأولى هل هناك قضية جنوبية؟ الجواب دون تفاصيل نعم هناك قضية جنوبية عادلة اعترف بها المجتمع اليمني كله بكل مكوناته وأدرجت بندا رئيسا في مؤتمر الحوار الوطني بالتفاصيل هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هل هناك مشاكل في المحافظات الجنوبية وهل هناك أزمات؟ الجواب نعم هناك ألف مشكلة ومشكلة في المحافظات الجنوبية بحاجة إلى توصيف وبحاجة إلى تشخيص وبحاجة إلى معالجة ما هي هذه المشاكل؟ لا بد قصدي من التأسيس أولا لأنه عندما نترك هذا الأمر نذهب في الحلول أو في النقاش نذهب بعيدا ما هي هذه المشكلات؟ اول مشكله احبط المواطن اليمني في المحافظات الجنوبيه او المحررة. المحرره كلها يعني اصبحت محرره الا استثناء بعض المديريات لماذا احبط قثم أه على المحافظات الجنوبيه كابوس ميليشيا الحوثي وقتلوا من قتلوا وعاثوا فسادا والى اخره وقف التحالف وهنا يشكر التحالف وقف داعما رئيسا لي. تحرير المحافظات الجنوبيه يعني وفي مقدمتها عدن ودعمت المحافظات الجنوبيه من التحالف اجمالا بشكل عام ومن دوله الامارات العربيه المتحده مشكوره دعمت دعما استثنائيا يعني بمختلف الاسلحه والمعدات و لتحرير المحافظات الجنوبيه وعدن وهذا شيء يشكر للتحالف في انه انجز جزء من الوعود التي وعد بها الشعب اليمني فتحررت عدن حينئذ تنفس المواطنون الصعداء وحلموا بأمن واستقرار ودولة وخدمات إلى غير ذلك لا. للأسف لم يحصل شيء إلا شيء واحد اسمه التحرير السؤال هنا قبل أن ندخل من السبب بالضبط؟ أنا طبعا لا أبرر لا مطلقا الشرعية لا أبرئ الرئيس هادي ولا أبرر رئيس الحكومة بن دغر ولا لكن دعونا نكون بشفافية وبوضوح من السبب في إعاقة تعزيز وجود الدولة والشرعية في المحافظات الجنوبية بدءا بمنع الرئيس ومنع محافظ عدن تخيلي كيف نريد ولهذا للاسف الذين يتعاطون على ان بندغر هو السبب في هذه الامور عليهم من عيب يعني مش حلوة منهم السبب الرئيس السبب الرئيسي يعني هو ان الامن في عدن مُلشٍ ولم يعزز الامن امن الدولة, الدولة ملشن بطريقة حزام امني هل كان يعني يحتاج الى حزام امني؟ في وجود دولة؟ لا يحتاج نهائيا اذا كانت هناك قوى غير جنوبيه على سبيل المثال آه يعني يجمد يجمدوا من الضباط والقاده العسكري ما في مشكله كما فعل بهم لكن ان يملشن تحت مبرر ان ابناء عدن سيحمون عدن لماذا سيحمون عدن في اطار مليشيا؟ لماذا يحمون عدن لا عدن ومحافظات الجنوبيه في اطار مؤسسات نعم. دولة سأعود لك أستاذ شو وبالتالي لابد من التعزيز في البداية لهذين المفهومين نعم. هناك قضية جنوبية وهناك مشاكل, مشاكل من سببها نعم. وأنا أتمنى أن يتاح لي الفرصة سيتاح لك سببها. الفرصة نعم دعنا نشك فقط معنا بحكم أن الأستاذ فهمي موجود في عدن وربما مطلع على الوضع الميداني أكثر أود أن أسألك كيف تتابع استمرار التصعيد العسكري بين ما يسمى المجلس الإنتقالي والشرعية؟ التصعيد بين المجلس الانتقالي والشرعية هو ليس وليد اليوم ما نحصى ما شهدناه من أمس هو انفجار انفجار الصراع فقط لكن مسألة التصعيد والصراع لأسبابه له جذوره طبعا بدا من ما اطلق عليه التحرير او بعد انسحاب الحوثيين وقوات صالح من عدن لكن الامر هذا مسؤول عنها أولاً وأخيراً وأنا أعود وأكرر أن المسؤول الأول والأخير عن هذا هو التحالف. التحالف بقيادة السعودية وتحديداً الإمارات العربية المتحدة بحكم أنها هي مسيطرة على الأوضاع في عدن. لا. والأمر الآخر أيضاً المسؤول عنها الرئيس هادي بحكم صمته الطويل. هادي صامت صمت الغبور للأسف الشديد يعني. أيوة. صامت صمت الغبور عندما كانت الإمارات تسلح الميليشيات. صامت صمت الغبور عندما كانت الإمارات تنشل اجهزه عشان. موازيه لاجهزه الدوله امنيا وعسكريا وهي في النهايه يعني لا يمكن ان توصفها الا بانها ميليشيات حقيقيه هذه يحدث كل ذلك وهذه صامت شرعيتها صامت الحكومه صامته لم نجد منهم احدا اعترض او حتى نبسط بنت شفا هذا كله تراكم طبعا في النهايه وقاد الى هذا الانفجار الذي شهدناه امس وما شهدناه امس طبعا وما سيحصل على في هذا الاتجاه بيحصل هو حلول بالترقيع كيف ترحل المشاكل فقط فقط وتأجر لحظة الانفجار العظيم للأسف الشديد أقول التحالف مسؤول والإمارات على وجه التحديد بحكم المسيطرة داخل عدن هي المسؤولة بشكل مباشر عن الأوضاع في عدن حتى الآن للأسف الشديد الإمارات العربية المتحدة يعني جالسة تتفرج فقط السعودية تتفرج فقط العالم كله اللي يقول انه مؤيد وداعم للشرعيه يتفرق فقط، ما يحصل في عدن هو انقلاب حقيقي يعني. 22.6 وعشرين واحد 22 ستة عفوا هذا القرار الدولي الشهير صنف الحوثيين حينهم طبعا وهكذا على انهم أقوى انقلابيه. طيب الان ماذا العالم لماذا ينظر الى ما يحدث في عدن وعلى راسه التحالف الامارات والسعوديه ينظروا اليه بصمت مريب. لماذا؟ نعم كيف تفسر ردود الفعل؟ أليس انقلابا ما يحدث في عدن؟ بل هو الانقلاب بعينه، هو نعم الانقلاب بعينه ما يحدث في عدن. نعم وهذا ما وصفه ربما الرئيس هادي. الامارات, ها من نعم الامارات, نعم الامارات نعم لها مصلحه من وراء ذلك. نعم استاذ فهيمين اودا أسير يعني السعوديه لها مصلحه من وراء ذلك وهذه صارت وضحت الفكره استاذ فهمي. رغم كل شيء. نعم وضحت الفكرة وأود أن أسألك كيف تفسر هذا الأمر يعني هناك مسببات لما يحدث في عدن ذكرتها أنت ولكن نجد أيضا أن الحديث عما حدث في عدن سواء من قبل التحالف الذي قال على جميع الأطراف أن تقوم بالتهدئة في عدن ولم يشير إلى أن أحد أفراد التحالف هو قادر على ضبط الأمور من خلال ضبط عناصره ايضا الرئيس هادي يتحدث عن انقلاب ولم يتحدث عن مسببات هذا الانقلاب ما هو تفسيرك يعني ان يرد الموضوع انه مشاكل داخليه يجب ان تهدا وان تحل والجميع يعلم بان هناك طرف داعم لهذه الميليشيا او ما يسمى بالمجلس الانتقالي او الحزام الامني عزيزتي ما يجري هو تقاسم تركه تركه الرجل المريض هذه ها يتقاسمها تحالف بالتاكيد والامارات اولا على راس على راس المتقاسمين ها يتقاسموا أسل اسلاب ومتعلقات الرجل المريض هذه للاسف الشديد في الجنوب ما يحصل ما يحصل في الجنوب هؤلاء دعمتهم الامارات سلحتهم الامارات انشاتهم الامارات الامارات لديها مشروعها في الجنوب وفي اليمن عموما السعوديه لديها مشروعها في الجنوب وفي اليمن عموما ليست بالضرورة هذه مشاريع أنها تتفق مع مشاريع الشرعية هذه المدعاة للأسف الشديد لا لكل اللي مشاريع السعودية الإمارات هي مشاريع, مشاريع هيمنة وسيطرة على مقدرات هذا الشعب الإمارات الآن يعني أنا مستغرب من قرأ تاريخ اليمن عموما وقرأ تاريخ الاحتلال البريطاني العدن الإمارات أتت تمشي على خطى الاحتلال البريطاني في عدن الحافر بالحافر حقا بريطانيا عندما احتلت عدن احتلت عدن نعم وأسست جيش الليوي حقا وما عرف هنا بجيش الليوي كان من بتاع حماية تأمين طرق التجارة ال... تجارة القوافل إلى آخره نعم وشكلت ميناء عدن لأنها كانت تريده الإمارات أتت واحتلت عدن الآن وعطلت ميناء عدن لأنه منافس لا جبل علي بالتالي لا يراد له أن يعمل أو يشتغل وشكلت ما يعرف بالحزام الأمني تمددت بريطانيا حينها وذهبت إلى المكلا الى حضرموت وعملت ما يعرف بجيش الباديه الحضرمي، نفس الكلام فعلت الامارات وشكلت النخبه الحضرميه وهناك النخبه الشبوانيه، لاحظ التقسيم هنا المحميات الشرقيه والغربيه، هو هذا نفس الكلام، تغيرت الاسماء فقط والمسميات بدل ما كان هنا جيش الليوي في عدن والى اخره وهناك جيش الباديه الحضرمي، كان عندنا هنا الحزام الامني في عدن وهناك الان قوات النخبه الشبوانيه. امتدت الامارات ذهبت الى المخاء سيطرت على المخاء الميناء، وتركت تعز المدينه تعاني وتواجه مصيرها مع مع الميليشيات والى اخره. طيب بريطانيا ايضا احتلت ميناء المخاء وذهبت الى الحديده وسلمت الحديده في النهايه لمن؟ سلمتها الادريسي نهايه بالامام لانه كان يطالبهم بعدن والى اخره. هذا التاريخ معروف، انظروا الان الامارات تمضي على ذات الخطى ومسيطره على المخاء وتريد ان تسيطر على الحديده. لكن عاد لم هذا، سقطرى وميون والى اخره اصبحت الان في يد الامارات، ميناء المكلا الشبوه الى اخره الى قشن الى حضرموت في قبضه الامارات، اتت لها السعوديه والتحقت، هؤلاء كلهم يتقسموا اسلاب ومتعلقات هذا الرجل المريض نعم البائس يعني إذا إذا يعني هذا آه أه هو, ها هو توجه الامارات في عدن الذي اصبح واضحا، اعلام بالتأكيد. الامارات مثلا أعمام نعم. من إعل... الل... اعمى لا يراه نعم اذا اعلام الامارات يقف مع المجلس الانتقالي بشكل واضح ولكن اعلام مثلا السعودية وصف ما حدث بانه تمرد هناك تناقض بين الموقفين أنا أقول يعني هل السعوديه غير نعم قادره أنا على ضبط أقول موقف أنا الامارات انا مقتنع <applause> هذا هذا الضحك على الدغول وذر الرماد في العيون انا اقول وانا مقتنع حاجه واحده أن الإمارات لا يمكن أن تخطو خطوة داخل اليمن عموما والجنوب خصوصا دون رضا السعودية وقناعتها وهو أخضر منها لا فهم يتقاسمون هم يبيعوا الوهم لهذه وإلى آخره الإمارات من من تابع تصريحات غرقاش إيش قال لك نحن ندعم التحالف الذي تقوده السعودية لم يشر بحرف واحد إلى شرعية هذه وهو محق حقا أنا أقول لم يكذب هل السعودية تصفها أنه تمرد وهكذا على لسان من؟ على لسان بعض صغار الأمراء الذين لا صفة سياسية لهم أيوة هل سمعتم هذا الكلام مثلا من ولي العهد أو من وزير الخارجية أو من الملك؟ لا بالتأكيد هؤلاء لهم مشاريعهم المتحدث فتصف. باسم التحالف ذكر ذلك أستاذ فهمي للأسف. المتحدث باسم التحالف نعم سمعنا الكثير من الأكاذيب وسمعنا كثير من الكلام لكن ماذا عن الواقع؟ <applause> عندما يقتلوا بعض الميليشيات اللي عملتها الامارات عندما تقتل داخل عدن يا عزيزتي تطلع لهم طيران الاباتشي وخلاص ويكفل كل على القتال لكن الان القتال منذ على اليوم على اليوم الثاني للتوالي في عدن ولم تطلع الاباتشي الا لتراقب فقط الطيران التحالف لم يطلع الا ليراقب فقط سير المعارك كمن نشاهد مباراه نعم اسمح لي كي يغي كي من مولهم ايوه ان على شفير الهزيمه سيتدخل كي يقيهم من ذلك المصير للاسف الشديد نعم اسمح لي ان اخذ تعليق ضيفي هنا في الاستوديو الاستاذ شوقي القاضي على هذه النقطه بالتحديد استاذ شوقي ما هو تعليقك يعني تحدث الاستاذ فهمي بكل وضوح ان الامارات لن تخطو خطوه واحده دون رضا السعوديه ما الذي يحدث اولا انا اشكر الاخ الاستاذ فهمي بصراحه كان واضح انه موجوع وواضح انه يحمل هم الـ الـ ربما الجنوبيين كلهم الذين هم بعيدين عن كعكه الرجل المريض التي اسماها فانا اشكره جدا لهذا الهم الذي يحمله واشكره جدا لوضوحه وبالتالي لا تعليق سوى ان يؤكد على ما ذكره ما ذكره هو عين الصواب ذكر النقطة الأولى في أن هناك خطوات على خطى الإنجليز وفعلا يعني آه نقطة مهمة نعم نحتاج أن نجيب عليها التحالف يعني لماذا تحرر المواني وتسلم للإمارات ثم يحرر المخا وتترك تعز ويستثنى كأن المخا قد فصل عن تعز وهكذا النقطة التي ذكرها ثانية أيضا تستحق الوقوف أنه لا يمكن مطلقا للإمارات أن تقدم على خطوة واحدة لأسباب كثيرة عدة ولهذا ولهذا نحن عندما ندين ندين التحالف، اي قصور يعني ينبغي هنا ان لا يلعب لعبة ان هذه الامارات وليست السعودية. نحن عندنا كيمنيين بشكل عام عندنا شيء اسمه التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وليس التحالف بقيادة الامارات. فكل انحراف او اختلال بأداء التحالف يتحمله التحالف اجمالا ويتحمله رئيس التحالف او زعيم التحالف. على وجه الخصوص، وبالتالي كلام جدا جدا نعم، إذن مهم نعم، أعود إليك أستاذ فهمي، أستاذ فهمي يعني لو فرضنا أن الإمارات والسعودية يعني أرادت الفوضى في عدن لأسباب يعني كما كما وصفتها هي احتلالية وتشتغل أيضا ضد الشرعية وضد وجودها لما يعني اين هو موقف وجهاء عدن ابطال عدن المقاومون الذين يعني ربما امثال حضرتك الذين درسوا التاريخ وعاشوا يستطيعون ان ان يقوموا بهذه المقاربه الواضحه يعني لا يوجد وقفه جاده امام ما يحدث على العكس هناك يعني انقسام واضح، هناك تحيز للحزام الامني واخر للشرعيه، واتهامات لبعضهم البعض, البعض تصل الى التخوين والى يعني صفات اكبر من ذلك. عزيزتي مخطئ من ظن ان التحالف يريد الاستقرار في اليمن، هذا خطا فادح يقع فيه اي انسان يظن ان التحالف يريد استقرار اليمن وازدهاره والى اخره لا التحالف يريد يمن ممزق هش تنهشه الحروب والصراعات آه، هذا الامر واضح جدا انظري الى عدن هذا النموذج عدن المحرره اللي يقولوا عليها المحرره عدن هذه المحرره انظري اليها كنموذج كيف ترك التحالف الى الان الى اليوم هذا هاتوا لنا حجر واحد بني بدل عوضا عن كل ما هدم لا بالعكس التأ الهدم شقال كل يوم للاسف الشديد طبعا هذه الميليشيات التي عمل على تشكيلها وعلى تكوينها وعلى تسليحها وعلى رعايتها وعلى ايوائها في معسكرات والى اخره ماذا مهمتها؟ مهمتها من اجل ماذا يعني؟ مخطئ من ظن ايضا انه والله بيشكل بها جيش جنوبي والى اخره من الكلام هذا لا. هذه الميليشيات طبعا شكلت على اسس مناطقيه على اسس مناطقيه مثلا اذا قلت الحزام الامني تجدوا غالبيته من يافع ايوه اذا قلتم الامن تجدوا غالبيته من الضالع وهكذا وفي بعض المحافظات يعني تجد مثلا الحزام الامني في ابين حق ابين صرف ما فيش حد داخله ها لا, لا. عدن هي الوحيده اللي هي غايبه وخارج المعادله معها بضعه انفار ربما هنا او هناك ها كشهود الزور لا يأبه لهم ولا احد ياخذ منهم راي او كلام طيب في شبوه الان عندك النخبه الشبوانيه برضو حق شبوه صرف ايضا نفس الكلام داخل حضرموت المهره يرادلها نفس الكلام طيب فعن اي استقرار في النهايه يمكن للانسان ان يغالط نفسه به ويكذب على نفسه ويقول والله انه هذا الوضع مع هذه التشكيلات سيؤدي الى استقرار، لا، هذا سيؤدي الى صراعات تبدا ولا تنتهي. هذا سيؤدي الى حروب تتناسل، حربا تلد اخرى للاسف الشديد. ما, ما, الذي سيستفيدون اي عقيده لهؤلاء. هؤلاء؟ هؤلاء كلهم يعني ولاءهم لمن سلحهم، ولاهم لمن اعطاهم المال والرواتب. نعم استاذ فهمي يعني اذا ظل الوضع هكذا في اليمن ما الذي سيستفيده التحالف؟ الا تجد انه يخسر ايضا كلما ظل اليمن ممزقا يخسر ماديا لا يخسر شيء التحالف لا يخسر شيء التحالف مخطئ من ظن ان التحالف يخسر التحالف عينه على الموانئ وعلى ممرات التجاره الدوليه والى اخره منها وسيترك اليمنيين ينهش بعضهم بعضا سيترك الجنوبيين يقتتلوا على جنوب لم يروه ولن يروه سيترك يعني خذوا مثل ايضا في تعز كم لها تقاتل يا جماعه كم لتعز تقاتل تعز هؤلاء عمالها موظفيها اللي هم دون رواتب الى الان الشرعيه لم تنظر لهم ايضا لماذا هذا سؤال يطرح لماذا الناس هؤلاء دون رواتب الى الان تمام فقط من تعز لم يلتفت الا الى المخاء الى الميناء والمر وهكذا الى ان يصلوا الى الحديده ان وصلوا طبعا الى الى الحديده والهدف ميناء الحديده وليس التهاميين بل عكس وسيعمل للتهاميين نخبه او حراك او ما شئتم يعني هم يوفروا كل اسباب الانقسام والصراع والاقتتال بالعربي الفصيح، لا. اما على الشرعيه وعلى القوى السياسيه المنضمه اليها ان تعي مسؤوليتها وتدرك ذلك ما الذي عليها ان تقوم به استاذ الله يعني اولا وامام الشعب تاليا أن انت تابعت بالتاكيد خطاب أيوة. الرئيس عليها الجوم. ان عليها ان تسمي الاشياء باسمائها والا ان تطلب من التحالف هذا مغادره البلد وللشعب اليمني يعرف كيف ينهي امورها اعتقد هل هل تتوقع انها أيوة. قادره على مثل هذا الطلب استاذ نعم نعم انا اقول هكذا واطلب من هنا انه اوكي على التحالف هذا ان يغادر البلد واليمنيين مستعدين ان ينجزوا اتفاق غدا نعم اذا يعني هناك من يقول هذا الكلام ضحك على الدغون استاذ فهمي هناك من يقول انه بعد الاحداث التي لن تحصل اي تسويه ولم يحصل اي سلام الا بشروط التحالف نعم يعني اتمنى ان تصل رسالتك هذه لذوي الشان استاذ فهمي اود ان اسالك ايضا هناك من يتحدث عن خفوت لشعبيه المجلس الانتقالي بعد الاحداث الداميه التي حدثت بعدن كيف هو الوضع هناك؟ طبعا بالتاكيد عدن جعلوا منها ساحه صراع ابناء عدن سكان عدن الحقيقيين وهكذا فقط نصيبهم ماذا؟ نصيبهم القتل ونصيبهم الجراح انه الجرحى والقتلى منهم تاتيهم الرصاص والشظايا القذائف وهكذا الى منازلهم الى جوار منازلهم الى اسواقهم الى يعني فقط سكان عدن ضحايا سكان عدن رهائن وضحايا يعانوا الامرين عدن ساحه صراع يعصف بها هؤلاء من 67 حتى حتى يومنا هذا فقط لم تشهد فتره استقرار وجيزه شهدتها ابان الوحده نعم في الفترات السابقه كانت معنا دورات صراع كل خمس سنوات وصلنا من 67 الى 22 مايو شالوا قحطان، الى 28 يونيو شالوا سالمين، طبعا بانقلاب دامي. ايوه قحطان الوحيد طبعا انزلوا بعد اجتماع ووضع في الأغام الجبريه. تمام، بعدها وصلنا الى 13 يناير 86، وهذه كانت الطامه الكبرى، عصفت بالجنوب واخذت افضل ما فيه من كل الاطراف، للاسف الشديد. واليوم أبا يناير الا ان يكون صادقا في موعده مع الجنوبيين. نعم ولبوا نداء يناير شهر النار واقتتلوا وسيستمروا في الاقتتال بالتاكيد طبعا هذا كله اين يحدث؟ يحدث في عدن من الذي يدفع الثمن؟ دفع الثمن العدنيين ايوه وابناء عدن سكان عدن دفعوا من ممتلكاتهم دفعوه من عقاراتهم دفعوه من ارواحهم ودفعوا ايضا من وظائفهم طبعا معروف داخل عدن الناس تقدس حاجه عندها اسمها الراتب وهكذا فكروا صراع قبل نهايه الشهر وهكذا والناس يعني طبعا الان لا رواتب على الاسعار ارتفاع الدولار وانهيار العمله والى اخره هذه كلها تلقي باعباء جمه لا يمكن ان يتخيلها احد ما لم يعيش داخل مدينه عدن ويكون واحد من سكانها. لاننا كلنا نعرف تماما المستويات الدخل داخل المدينه و يعني دخول الناس متواضعه وهكذا عايشين الراتب بالنسبه لهم شيء اساسي. طبعا فكيف بعد هذا كله نطلب من العدنيين انهم يحملوا ايات الشكر والامتنان للمجلس الانتقالي. لا للاسف الشديد. كل هؤلاء الان قاده المجلس الانتقالي الذين يقاتلوا داخل عدن والذين دفعوا بمقاتليهم وانصارهم و.. والى اخره داخل عدن دفعوهم من الارياف واتوا من الريف كل يرسب آه حامل بندقيته معه طبعا هؤلاء لا احد منهم اسرته داخل عدن هؤلاء اسرهم فين؟ اسرهم اما خارج آه اما خارج اليمن عموما زي مثل عيدروس شلال والى اخره هذول القاده وبن بريك والى اخر الطابور حق الامارات واما في الارياف في قراهم وبالتالي يقتلوا هنا لا يكترثوا لمن يقتل او يجرح لانه ليس لهم ابا او ام او اخت او ام او اي شيء من هذا وبالتالي هم متخففين انه لو احد غريبا لهم سيقتل او سيجرح او سيعاني هنا المشكله هنا تكمن المشكله حقا انه جعلوا عدن رهينه وجعلوا عدن ساحه صراع يسترع عليها القوم ليدمروها فعلا عدن هي اصلا هدف بما تمثله هدف بما تمثله من موقع جغرافي واستراتيجي طبعا وهذا شيء يريح الامارات وينزل عليها بردا وسلاما فعلا لان عدن اذا نهضت واذا هكذا لن تكون امامها لا دبي ولا جبل علي بالميه او الى اخره فالعدن مجدها ولا عدن قصه مع التاريخ للاسف شديد اصبحت اليوم غصه ايضا في حلق التاريخ هذا وفي نظر التاريخ هذا أتمنى أن شديد. أن لا تبقى عدن كذلك عدم تعاني نعم عن قصد وعدم تعاني مع سبق أسرار وترصد للأسف الشديد نعم إذا شكرا جزيلا لك فهمي الثقافة الناشط السياسي كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن آه عودة إليك أستاذ شوقي يعني تحدث معنا الأستاذ فهمي كما تفضلت يعني بكل وضوح بكل شفافية طرح آه كثير من آه النقاط آه أستاذ آه شوقي يعني النقاط التي طرحها الاستاذ فهمي بدايه يعني وجود المجلس الانتقالي ومسلح بالحزام الامني يعني ما مدى قانونيته ولما يعني ظل هذه ساكتا عليه كما تحدث الاستاذ فهمي حتى انفجر الوضع، كان هناك إشكالية حقيقيه موجوده، نعلم يعني ربما هذه النقطه طرحنا اكثر من مره ان الحكومه هي حكومه المعاش الموجودة في عدن هناك خروج لبندغر على مستوى افتتاح مشاريع بسيطة في المحافظة ولكن عمليا لا توجد لديهم سلطة إلى أبعد من ذلك الاختطافات الاعتقالات وما إلى ذلك حدثني عن هذه النقطة بداية سألت الأستاذ فهمي الذي أشكره أنا على وضوحه المفيد سألت أين ذهب الثوار الحقيقيين والأحرار والوجاهات و... ذهبوا إلى ست طرق قسم الاول منهم قتلوا يعني هناك تصفيات تستهدف المؤثرين <applause> وفي وبق... يعني وفي مقدمتهم قيادات المقاومه يعني <applause> الشهيد راوي الجميع يسمعني الان ويعرفه هو احد اهم قاده المقاومه في البريقه ومدينه الشعب والى اخره قتل بطريقه بشعه جدا ائمه المساجد الذين صمدوا و يعني قصدي المجتمع ضد الحوثيين والفريق الثاني طردوا نايف البكري ومجموعته يعني ممنوع من دخول عدن يعني. الفريق الثالث هاجروا ونجوا بانفسهم من القتل ومن الرابع سجنوا يعني معتقلات مليئه بالاحرار والابطال. نعم. الفريق اخر الخامس كمنوا في بيوتهم هدأوا يا الله حتى تمر العاصفه وفريق منهم ايضا دخل في الزفه ويقول لك خاصه ان موضوع المرتبات كان خطام للاسف يصحب. يعني سحب به الناس كلهم عندما سلمت الجنوب المحافظات الجنوبيه بشكل عام وعدم بشكل خاص لدوله الامارات فهي التي صرفت المرتبات لهؤلاء الناس بقي الناس فالاحرار غيب اما عن ما ذكرتيه فنعم انا اتفق مع الاخ فهمي في ان الرئيس هادي والحكومه الشرعيه اخطات خطا فادحا لا احد يستطيع ان يدافع عنهم في انهم تركوا الامور تنسحب من تحت ايديهم بكثرة نعم هناك جزء يعني شوقي يعني نقطة ملحة يعني الا تتعلم الحكومة يعني سكوتها على الحوثي وقبولها به في مؤتمر الحوار رغم انه جماعة مسلحة ورغم ما كانت تقوم به وربما تحدثنا كثيرا كيف يقبل بجماعة مسلحة وتاخذ مقاعد بذلك العدد في تلك الفترة نفس الشيء يعني ربما على أسوأ في الجنوب أن تسلح مجموعة بحكم أنها تدافع عن عدن وتسلح أمام الدولة و. أن تم التغيير في المحافظات عملت لها مجلس انقلابي ومجلس انقلابي نعم هو انقلابي وارادت ان تنفرد بالمشهد آه وهددت الحكومه اكثر مره ان لم تقم بكذا كذا فنحن سنتصدر المشهد هو لو 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 ان الرئيس هادي والحكومه الشرعيه والقوى المنضويه تحت اطار الشرعيه آه بادرت عند اول منعطف خطير في المحافظات الجنوبيه عند اول منع للمحافظ في ان يمارس اعماله ومهامه ومهامه، عند اول منع للرئيس وطائره الرئيس من ان تهبط، وطائره البنك المركزي من ان تهبط، عند اول لو انها بادرت لا ربما نوعا ما حركت الاوضاع، لكن للاسف آه الاستعانه معلش يعني ساقولها وانا يعني متالم. آه تمت الاستعانه بطريقه آه مثل الذي رمى بنفسه كما يقال تحت كالمستجير, بطريقة ما كأنها دولة الرئيس هذه تعرض للاختطاف تعرض للمحاصرة ثم تعرض كاد أن يتعرض للقتل وتعرض كذا فمثل الذي وجد فرصة للنجاة فرمى بنفسه ورمت اليمن نفسها كلها كل القوى السياسية ليس الرئيس هذه فقط كل الأحزاب السياسية رمت بنفسها تحت الركب معلش يعني بنرفعهم شويه بطريقه لم لم تتم على اتفاقات على بروكولات على, 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 على دوله مقابل دوله الله ينور عليك يعني كان هناك ارتهان يعني مؤلم للاسف نسميه ارتهان اخوي نسميه مجازا الاخوه في التحالف لم يكونوا كبار مع كل الاحترام والتقدير للبعض تعاملوا تعامل لا زال نفس الغرور الذي يتصف به بعض الخليجيين فتعاملوا على انهم نفس هذاك الرجل المعطي ذاك الرجل المتصدق ما تعامل على انه انا اتعامل مع دوله وانا احمي دولتي نعم في نفس الوقت وبالتالي يعني الدوله اليمنيه انهارت تماما لا مرتبات لا تماما فكان لدى كل من تعاتبيه على هذا الموضوع انا تحدثت في جدا مع كثير من القوى السياسيه قلت هذا انبطاح يعني هذا ليس تحالف هذا انبطاح عندما يمنع اي شخص من اي اعتراض على بعض السياسات كتبت منشور واحد واذا بالدنيا ضجت علي واذا بالاتصالات واذا بهم يقولوا امسح المنشور فقلت لهم والله ما امسح وهم يسمعوني الان من قياده المجلس الى قياده الكتله الى قياده ال... قلت والله لن امسح المنشور انتم بين خيارين اما ان ترحلوني الان عن طريق المطار تقولوا شخص غير مرغوب فيك في اراضي التحالف واما ان تسجنوني ولا في مشكله خذوني السجن، ما في مشكلة، ارفعوا عني الحصانة عشان بس شوية ديكور يعني قانوني، ترفع عني الحصانة كبرلماني منشور واحد يعني للأسف أزعجهم أزعج منشور لو ما في داعي أقوله ايش منشور يعني مضحك. إذا كيف سيتحملوا أي اعتراضات؟ كان اللي ينبغي من الرئيس هادي وغيره هذا السبب الأول أنه التحالف كان ارتهان منبطح. السبب الثاني أن المكون السياسي اليمني من هادي الى الحكومه، الى مستشاريه مع كل الاحترام والتقدير للاشخاص، ليسوا على قلب رجل واحد ولا صف واحد ولا قرار واحد. هناك لعب من تحت الطاولات، كل يكيد بالاخر. هذا يتحرج بهذا وهذا يعني للاسف اداء الشرعيه بمكوناتها بمستشاريها أضعفهم أمام التحالف لو أن التحالف رأى أن المكون اليمني على قلب رجل نعم واحد على, على قدر واحد المسؤولية وقلوبهم على قدر كلهم على اليمن وعلى التحرير وعلى غير ذلك لك... ل... ل... أوتوماتيك سيحترموا جدا لكن للأسف هناك تشظي في مكون الاصطفاف. بدأ بين الرئيس هادي وبحاح ثم انتقل إلى حتى على مستوى المستشارين وبالتالي ظهروا ضعاف أمام التحالف وتاهوا تماما فانفرد التحالف بقرارات للأسف. ولعب بهم بالأوراق ذاتها التي يلعبون بها. نعم، نعم. أستاذ شوقي هناك من يتحدث أن ما قام به الانقلابيون من خلق فوضى في عدن هو لمنع انعقاد مجلس النواب في عدن. هل يعني فعلًا الأمر كذلك؟ صحيح مئة في المئة وأنا قلتها في مدينة جدة عندما قابلتني قناة الحدث. سألوني لماذا لم يعقد؟ قلت الكرة في ملعب التحالف، المملكة العربية السعودية والإمارات. هم الذين يعني يمكن ان يحددوا ان البرلمان ينعقد او لا ينعقد، للاسف منع البرلمان، انا اقول منع، وانا اعي ماذا اقول. البرلمان كان جاهزا، وتوفر النصاب. يعني ربما البعض يتصور انه عدم انعقاد البرلمان هو عدم توفر النصاب، توفر النصاب. عدد الموالين من النواب يومها كانوا اكثر من 140 عضو برلمان، كان فقط نحتاج للنصاب الى 137، وهناك نواب كثير كانوا خارج اليمن خارج البلد ليسوا في المملكه العربيه السعوديه ولا في اليمن ولا في دوله الامارات، كانوا في دول اخرى، كانوا جاهزين لو انهم راوا شيء من الجديه. ولهذا الذين منعوا البرلمان من انعقاد التحالف والشرعيه نفسها. التحالف انا اقول منعوا هنا. نعم لا عثروا، نعم ما هيئوا الظروف، لكن بالاخير كل هذه هي منع. التحالف حتى لا ياتي برلمان وان كان ضعيفا، لكن سيدهش الرؤوس سيصدع بهم عندما تعرف حق العضو في أن يحاسب حق العضو في أن يوجه أسئلة حق العضو في أن يعترض وبالتالي النواب ليسوا كلهم يسيروا بالريموت آه. كنترول آه ممكن تخرج أشياء كثيرة ضد بعض سياسات التحالف وضد فساد بعض وزراء الشرعية ومن ثم كما يقال وافق شن طبقة هي رغبة التحالف في أن لا ينعقد البرلمان وجاء موافقا تماما لرغبة الشرعية وبالتالي ضعفت الشرعية أمام التحالف فانفرد التحالف وخاصة الإمارات العربية المتحدة في محافظات الجنوبية بشكل عام وعدم بشكل خاص فهذه سياساتها تفضي إلى ما أفضت إليه يعني. نعم لو تحدثنا عن الرئيس هادي أستاذ شوقي يعني عدم عودته ما يحدث في عدن منذ الامس واليوم خرج ببيان بعد انعقاد مع مستشاريه تحدث عن وكلاء ايران وكذا ولم يوصف تحدث ان هناك انقلاب وتحدث يعني او وصف ما حدث بانه انقلاب ولكن يعني لم توته الجراه بتوصيف ما حدث فعلا وان الامارات هي من تلعب الدور السيء في عدن كما تفضل الاستاذ فهمي ويعني من لا يرى ذلك فهو اعمى هل ما زال قادرا على ان يقول للامارات ان تخرج من عدن أنا أولاً ضد من يحمل الرئيس هذه كل شاردة وواردة. لماذا؟ أليس هو رئيس البلاد؟ أليس هو ولي الأمر الذي سيحاسب يوماً ما؟ أليس هو من قبل على نفسه هذا الدور؟ يعني أنا لي لم أستطع أن أقدم هذا الأمر. يقدم استقالته يعني. رئيس في ظل دولة منهارة ولا إمكانيات. إذا كان كل شيء يأتي من التحالف ومن دول الخليج العربي كل شيء. يعني هل, الافضل ان يعني يظل محتفظا بكونه رئيس الرئيس رئيس هادي لا شيء؟ انا لا ادافع عن سياساته فانا من من الناس الذين يعترضون ما اعتقد انه خطا لكن اولا اولا الرئيس هادي يحاول في ظل دوله منهاره كما ذكرت في ظل امكانات منعدمه كما هو معروف وفي ظل قوى سياسيه ليست على رصيد واحد من سيقوي الرئيس هادي سيقوي الرئيس هادي اصطفاف قيادي من المكونات السياسية خلفه حينئذ ربما سيرى نعم هو في إشكالية طبعا دقيقة لكن لكن آه لا نحمل الرئيس نعم الرئيس هذه يتحمل كثير من القضايا لكن ليس كل القضايا هذا واحد اثنين فيما يتعلق بالتلميح للإمارات ليس شرطا يتحدث هذه ويتحدث بن... قد تحدث بن وليس شرطا أن يتحدث بطريقة فيها هجوم وفيها بندغر بيان بن يعني مناشدة بندغر لدول التحالف وبالتحديد الإمارات العربية المتحدة واضحة كالشمس ماذا نحتاج أكثر من ذلك؟ تمام لما لم يعد هادي يدير المسألة من هناك لما بقاؤه ما زال يعني نعم آه هذه هناك مشكلة طبعا، هناك مشكلة في أن الشرعية كان ينبغي أول ما تحررت المحافظات الجنوبية الانتقال إليها كلها بلا استثناء أياً كان الوضع يعني نعم, نعم لو أردنا أن نحاسب ما أخطأوا فيه سابقا هذا أمر تمام يعني ألا ألا يوجد ملافاة للخطأ هذا؟ نعم يعني خطأ ونستمر عليه خلاص؟ لا 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 لكن لا الآن تعقد الأمر نوعا ما يعني الآن قويت أذرع الميليشيا في المحافظات الجنوبية ميليشيا الحزام الأمني وميليشيا النخبة وميليشيا وميليشيا إلى غير ذلك أصبحت اليوم لا أحد ينكر أنها قوية ومسلحة ربما أكثر من بعض الوحدات العسكرية هذا واحد اثنين هناك احتقان الآن كانت الفرصة مواتية مئة في المئة بعد تحرير المحافظات الجنوبية ولهذا استقبل الرئيس واستقبلت الشرعية استقبال الأبطال في المحافظات الجنوبية بعد التحرير مباشرة لأن المواطن خاصة مواطن عدن كما ذكر الاخ فهمي عدن المغيبه مواطن عدن المغيب من كل شيء نعم عدن مواطن عدن يريدون مدينة آمنة مستقرة ليبدأوا حياتهم الثقافية وحياتهم المعيشية وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية فاستقبل الرئيس هذه واستقبل الناس زفة زفوف يعني عن طريق المواقع التواصل وعن طريق استبشر الناس كلهم هذا التأخر الذي حصل أدى إلى تقوية أولا مليشيا الحزام الامني وانكسار الناس وادى الى انكسار الناس، الان صار هناك انقسام في الشارع الجنوبي، طبعا الصوت المرتفع هو الذي يحمل السلاح ويحمل الراتب والصوت المنخفض هو الداعم للشرعيه وكذلك ايضا ما يامنوا يعني القضيه مش خصومه فقط ولا خلاف سياسي فقط، القضيه فيها تصفيات فصار الناشطون السياسيون لا يستطيع لا يتجرا ان يكتب براء بحريه وان يكتب نعم. وينتقد الا اذا خرج من عدن نعم لكي استغل معك الدقائق الاخيره يعني قتلى وصلوا الى 16 شخص حسب اخر احصائيه 141 جريح تقريبا يعني امر محزن في ظل الاوضاع في عدن الناس في خوف في قلق نهايه الشهر كما تفضل استاذ فهمي يعني الرواتب معلقه خوفهم ايضا من تكرار سيناريو دامي ك86 او حدثنا عن يعني ابرز الحلول التي يفترض ان تقدم الحلول انا فوق السياره فكرت هكذا فوجدت ان هناك ست حلول عاجله منها عاجله طبعا اهمها رقم واحد بداية في تحذيرات وأنا هنا أحذر المكونات الجنوبية وأحذر إخواننا في من عدن إلى حضرموت والمهرة الحذر الاول احذر من اختطاف القضيه الجنوبيه من جهه واحده فقط القضيه الجنوبيه اعترف بها الجميع وعمد باعتمادات دوليه مؤتمر الحوار حتى الوطني حتى لا يوجد لدي الكثير من الامر الثاني احذر من قولبه القضيه الجنوبيه في اطار صراع الماضي أبيان ويافع والضالع والى غيره الامر الثالث احذر من تهميش حضرموت وعدن والمهرة الامر الرابع أحذر من المتآمرين على ثروات المحافظات الجنوبية بعض الناس مرتزقة وبالتالي إذا وجد من يساومه على بعض الارتزاق مقابل موانئ ومقابل سواحل فربما أما الحلول المباشرة واحد تعزيز مؤسسات الدولة اثنين البدء بالخطوات الأولى لتنفيذ الأقاليم لو أن الآن المحافظات هي عمليا الآن الدولة بيد إخواننا الجنوبيين الدولة كلها من رئيس الجمهورية إلى كل ف لكن لابد من البدء بتنفيذ موضوع الاقاليم عاجلا خاصه الاقاليم في المناطق المحرره. الامر الرابع انهاء الميليشيات الامنيه، ينبغي ان لا يملشن الامن وان توجد مؤسسات الدوله الامنيه. الامر الخامس استمرار التحرير والبدء بتحرير محافظه تعز اذا حررت تعز سيقطع نصف الحل حتى لموضوع عدن. ثم البدء بتنفيذ مخرجات الحوار واليمن الاتحادي والاقاليم. وعودة الشرعيه. لا طبعا <applause> هذه هذه هي عوده الشرعيه نعم شكرا،, شكرا جزيلا لك يعني تعزيز مؤسسات صحيح. الدوله والشرعيه هو عودتها شوقي القاضي عضو مجلس النواب شكرا جزيلا لك كنت معنا في المساء اليمني في هذه الحلقه شكرا ايضا لضيفي الذي كان معنا عبر الاقمار للصناعيه فهمي الثقاف وهو لكم ايضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لان التقيكم في مساء يمني جديد كونوا برعايه الله وامنه